دعوة من رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإيطالي غدا بالجزائر. وبين البلدين حوار سياسي رفيع وآفاق واعدة للشراكة والاستثمار. توقيع عقد الاستقرار والتنمية لإرساء شراكة متينة بين المسيرين والعمال في قطاع المحروقات في ندوة جهوية بحسن سعود لضمان مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. مخطط تنموي لتهيئة المنطقة الإدارية بني عباس وبرنامج استعجالي لتعبيد الطريق الرابط بين رجان وتيمياوين بعد رفع التجميد. نتابع أيضاً وفي صالون الكتاب مؤلفات توثق تاريخ النضال الرياضي لفريق جبهة التحرير الوطني وإصدارات الشباب تستقطب اهتمام الزوار. نتابع أيضاً رالي الجزائر الدولي رياضة ورحلة استكشافية وترويج للسياحة الداخلية. نشرة الأخبار، أهلاً بكم. بداية وبدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يقوم غدا رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزي كونتي بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، وتندرج هذه الزيارة في إطار ترقية الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجزائر وإيطاليا اللتين تربطهما معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بالجزائر في 27 من جانفي 2003 من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الإيطالي. وتغتنم الجزائر وإيطاليا فرصة هذا اللقاء لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستوى المتوسطي والمغاربي وفي منطقة الساحل. والعلاقة الجزائرية الإيطالية ماضية نحو توسيع التعاون في مختلف القطاعات. نجوى جدي تستعرض واقع العلاقة بين البلدين وآفاق تطويرها. الجزائر إيطاليا جسر تعاون وثيق يربط بين ضفتي المتوسط بشراكة حيوية واستراتيجية، أهل روما لأن تكون أول زبون للجزائر وثالث ممول لها. علاقات تاريخية أعطتها دفعا قويا تلك الزيارة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 99 إلى إيطاليا، والتي كانت بمثابة انطلاقة جديدة لمسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوجت بالتوقيع على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون في يناير 2003 بالجزائر. وعلى أساسه تم الاتفاق على ترقية الشراكة السياسية والاقتصادية استراتيجية ثنائية. وما زاد من تأكيد هذا التميز مرة أخرى زيارات قائدي البلدين المتبادلة والاجتماعات الرافعة المستوى بين مسؤولي البلدين، والتي أفضت إلى توقيع عديد من الاتفاقيات وتوسيع وتعزيز الشراكات ذات الأهداف التنموية والأولويات على صعيد الحوار السياسي، وهذا من خلال لقاءات دورية توثق التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. اقتصاديا شكل قطاع الطاقة لبنة أساسية في بناء العلاقات الجزائرية الإيطالية، خصوصا أن إيطاليا تعتبر بلدا فقيرا من حيث الموارد الأولية بما فيها الاستهلاك المنزلي والاقتصاد الصناعي. تعد الجزائر المصدر الأساسي لها للنفط. قطاع الأشغال العمومية ورشة أخرى للتعاون تتجلى صورها من خلال الشراكة الإيطالية في البنايات العمرانية والريفية والطرقات والجسور والأبار، كما تتجه المؤسسة الإيطالية إلى الاستثمار في مجالات الإسمنت وتصنيع المصاعد والطاقة المتجددة والفلاحة. وقد بلغ حجم المبادلة التجارية بين البلدين ما يقارب 10 ملايير دولار سنة 2017.
صورة التعاون الثقافي والعلمي أيضا كانت ملازمة لهذه الشراكة بحكم الإرادة المشتركة الحاضرة لدى قيادتي البلدين بارتكازها على رصيد تاريخي يفتح أبواب التعاون في مجال البحث العلمي والفن والسياحة وتبادل الخبرات وشراكات في إطار تسيير وترميم المباني الأثرية. في النشاط البرلماني وبالمجلس الشعبي الوطني قدم اليوم وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي قدم أمام لجنة الميزانية والمالية عرضا حول مشروع ميزانية 2019 المخصصة لقطاعه، وهذا بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، حيث أكد بدوي أن المشروع يأتي مواصلة لتنفيذ البرنامج الطموح لرئيس الجمهورية وفق خطة عمل الحكومة التي تم الاعتماد عليها في إعداد المحاور الأساسية، والتي ترتكز على ترشيد النفقات والتحكم الأكبر في الموارد ووضع استراتيجية لعصرنة الإدارة. بدوي أوضح أيضا أن قطاعه أعطى أولوية للمشاريع الجوارية، وكذا مرافقة الدور الاقتصادي الجديد للجماعات المحلية وتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب، فضلا عن تنمية المناطق الحدودية والتكفل الأمثل بمخاطر الكوارث. من جهتها استعرضت وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطمة الزهرة زرواطي أمام لجنة المالية والميزانية بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة استعرضت برنامج وميزانية القطاع ضمن المشروع الذي حمل 11 عملية بقيمة تفوق 400 مليون دينار كميزانية للتجهيز، بالإضافة إلى ميزانية تسيير تفوق ملياري دينار. زرواطي أبرزت أبعاد الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة. وري الثرى اليوم بمقبرة سيدي فرج بيسطاوة لجثمان والوزير والدبلوماسي الأسبق تيجاني سلاوانجي الفقيد الذي انتقل إلى رحمة الله أمس، تقلد منصب كاتب دولة مكلف بالجالية الوطنية بالخارج. جنازة الراحل حضرها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الوزير الأول أحمد أويحيا، ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، إلى جانب أعضاء من الحكومة وزملاء الراحل من إطارة السلك الدبلوماسي وجمع غفير من المواطنين. رحم الله الفقيد، إنا لله وإنا إليه راجعون. استقبل اليوم وزير المجاهدين طيب زيتوني وزير قدماء المقاتلين والمحاربين من أجل الوطن الأنغولي جواو إرنيترو سانتوس. الطرفان استعرض العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة. أنا سعيد بزيارتي للجزائر، بلد المليون ونصف مليون شهيد. تدخل هذه الزيارة في إطار تبادل التجارب والخبرات بين الوزارتين. التجربة الجزائرية رائدة، الخاصة بالتراث الثقافي والتاريخي، والخاصة كذلك بميدان الاجتماعي والنفسي والتكفل للدولة بهذا الجانب، اللي اعطته يعني أهمية يعني خاصة وتدعيم خاص. سيستفيدون من هذه التجربة وسنوثق العلاقات بين جانبي. أبرزت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجية والرقمنة هدى إيمان فرعون أبرزت الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تطوير وبناء مجتمع المعلومات وتعميم استخدام التكنولوجية الجديدة واستغلال التكنولوجية الرقمية لخدمة المواطنين. جاء هذا خلال مشاركتها في أشغال الدورة 20 لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد بدبي الإمارات العربية المتحدة. نحن في عصر هذه الثورة التكنولوجية المذهلة، تبذل الجزائر جهودا معتبرة من أجل تنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية متناسقة لتطوير الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ولتسخيرها لخدمة التطور البشري والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. فزيادة عن التنمية المتسارعة التي تشهدها الجزائر
وتحسبا لرقمنة واسعة النطاق، فإن المسعى المعتمد ضمن برنامج فخامة الرئيس يولي التحول الرقمي مكانة جوهرية ضمن أهداف التنمية، من أجل تمكين الجزائر من مواكبة هذا الانتقال العالمي وتزويدها بالبنى التحتية الكفيلة بضمان نفاذ عادل وشامل. أشرف اليوم وزير الطاقة مصطفى جيتوني على تدشين محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ببلدية الأبيض سيد الشيخ، مذكرا بالمناسبة أن هدف قطاع الطاقة هو بلوغ 22 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية بالوطن على المدى المتوسط والبعيد. المتابعة لعبد الوهاب أفتيس. محطة توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية بالأبيض سيد الشيخ، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 24 ميجاوات، هي مكسب للمنطقة، حيث أنها ستساهم في تقليص حجم استهلاك الوقود خاصة في فصل الشتاء. مسيرين هذه المحطة هم جزائريين، مهندسين جزائريين اللي تكونوا في ألمانيا، وهذه المحطة جات الدعم الشبكة نتاع الأبيض سيد الشيخ، وتنقسم التكاليف نتاع الديزل، وهذا مهم جدا. هاد الموالي اللي مشتين ان شاء الله يكون فيها دعم من الدوله ان شاء الله، باش يكون لهم الطاقه الشمسيه لوكال، باش نجي مسقي ونجي يمشي لي بومب نتاعو نتاع الماء. فيما يخص الفلاحه، فيه برنامج راه مسطر من طرف وزاره الفلاحه ومع التنسيق مع وزاره الطاقه. شبكة الغاز الطبيعي عرفت ارتفاعا في نسبة توصيل المواطنين بولاية البيض لتصل إلى أكثر من 80% على مستوى مختلف البلديات. ما يخفاكمش بلي هو ولاية باردة، باردة فيها البرد. التغطية تاع الغاز كانت في ذاك الوقت في الولاية تاع البيض كانت ب 30%، اليوم صبحت في 85%، وزدنا اليوم البنود. احنا غادي نديروا إن شاء الله البنود، وهذا قرار اتخذه فخامة رئيس الجمهورية، غادي نديروا ان شاء الله البنود ونديروها افيك دي زيلو بروباني. وزير الطاقة عاين ودشن عدة مشاريع بولاية البيض تهدف الى تحسين نوعية الخدمات المتعلقة بتخزين وتوزيع مختلف المواد الطاقوية. وبحوض الحمراء بحسيم سعود عقدت الندوة الوطنية لمجمع سوناتراك بحضور الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، ورئيس المدير العام لمجمع سوناتراك عبد المؤمن ولد قدور. وبالمناسبة تم توقيع عقد الاستقرار والتنمية في القطاع بهدف إرساء شراكة متينة لتنمية قطاع المحروقات والغاز والكيمياء، يقول مشري مسار. حضرها إطارات مجمع سوناتراك من مسيرين ونقابيين وضيوف. الندوة كانت تحت إشراف الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين. أهم ما ميز هذه الندوة هو الإمضاء على عقد الاستقرار والتنمية في القطاع. العقد يعد ثمرة جهود متواصلة، ويهدف إلى إرساء شراكة متينة من أجل تنمية القطاع على المدى البعيد، من خلال إعطاء التنمية البشرية مكانتها اللائقة وتوفير كل ظروف نجاح المجمع. Je dis bien que moi je ne conçois pas pouvoir gérer une entreprise si c'est pas les travailleurs qui sont impliqués dans la gestion de cette entreprise. Et c'est pour cela que je dis toujours, pour qu'on puisse travailler comme il faut que le travailleur soit pris en charge et comme il faut. Il soit pris en charge pour la santé, pour son éducation, pour la formation et pour toute autre chose qui lui permette de se développer. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble. Nous sommes ensemble dans la même barque. Et il n'y a pas quelqu'un qui va gagner ou quelqu'un qui va perdre. On doit réussir ensemble. الميثاق الوطني أو العقد الوطني اللي تمضى في الثلاثية راه ينزل تدريجيا على المستوى القاعدي وعلى مستوى المؤسسات، باش نخلقوا هذا الجو النبيل بين المسيرين النقابيين والعمال بالفائدة واحدة، هي كيف نقويوا لبلادنا، كيف نقوي الجزائر. خلال الندوة تم عرض مختلف نشاطات فيدرالية عمال قطاع البترول الغاز والكيمياء لغاية المصادقة على هذا العقد.
كما تم عرض المحاور الكبرى للمخطط الطموح لتطوير مجمع سوناطراك أفاق 2030. المشاركون في هذه الندوة من مسيرين ونقابيين ومنتخبين طالبوا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالاستمرار ومواصلة مسيرة التنمية. كما حظي فخامة رئيس الجمهورية بتكريم خاص من طرف الحاضرين في هذه الندوة. والختام كان بالدعاء لخير العباد والبلاد. وسعيا إلى تنمية المناطق الجنوبية للوطن، تم عرض دراسة خاصة بتهيئة وتنمية المقاطعة الإدارية بني عباس، وذلك بحضور فعالية المجتمع المدني ومستخدمي الجماعات المحلية ببشار، المتابعة لرشيد بن عياد. بني عباس المقاطعة الإدارية الفتية بولاية بشار تتطلع بخطوات ثابتة نحو المستقبل وفق مشاريع تنموية محلية جسدها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. ومن أجل تكملة هذا المسار التنموي تسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى تقديم مخطط تهيئة وتنمية بالولاية المنتدبة. مراحل الدراسة تتم في 3 مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة التشخيص، وهو عبارة عن تشخيص استراتيجي، والمرحلة الثانية هو عبارة عن إعداد برنامج عمل، والبرنامج العمل ينتهي بالمخططات التنموية، والمرحلة الثانية هي مرحلة لوحة القيادة. وفي لقاء انضم جميع الإطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تم عرض المحاور الكبرى لهذه الدراسة في إطار تفاعلي وفق مقاربة تشاركية تضم جميع الهيئات بالإضافة إلى المجتمع المدني من أجل حصر جميع النقائص التي تمس الولاية المنتدبة. إشراكهم في إعداد التشخيص من خلال استنباط الإشكاليات المطروحة على مستوى تنمية الإقليم، وكذلك إشراكهم في تحديد احتياجات ومتطلعات السكان بغية يعني أخذها بعين الاعتبار ضمن المخطط التنموي. هذه الدراسة ستحدد الآفاق المستقبلية لتنمية هذه الولاية المنتدبة، وقد عرفت قفزة جد نوعية فيما يخص التنمية بصفة عامة. وتأتي هذه الدراسة في إطار الاهتمام الكبير الذي تقدمه الدولة للأقاليم الكبرى من أجل الارتقاء بها كولاية قائمة بذاتها بصفة كاملة من خلال الكشف عن بعض النقائص. ونحو الأحسن، وبعد قرار رفع التجميد عن مشاريع القطاع بالجنوب، يسير طريق الوئام المدني الرابط بين رجان وتيمياوين، والذي رهن إلى حد ما التنمية بالمقاطعة الإدارية برج باجي مختار بسبب حالته المهترئة. المتابعة لمحمد الأمين بوتومي. تغرب شمس يوم آخر، وطريق الوئام المدني من رجان إلى برج باجي مختار على مسافة 800 كيلومتر يراهن على آجال جديدة ليكتسب صفة الشريان. 650 كيلو كلها خطر في خطر في خطر. رانا نديروا فيها 10 سوايع 12 ساعة بلا ما تطيحهم بان، ربما تطيحهم بان ولا ملك ملك بار حدز ولا حرج. حوالي 100 كيلومتر من المسافة الإجمالية معنية بالإنجاز بعد تعيين المؤسسة، لكن ماذا عن باقي المقاطع؟ يعني الدراسة نتاعو موجودة وكل شيء موجود، تبقى في الأغلفة الماضية مرصدة عليها على شكل شطور أو بطريقة كاملة. سكان المقاطعة الإدارية برج باجي مختار يرون في هذا الطريق حياة وتنمية. مقطع آخر على مسافة 150 كيلومترا إلى تيمياوين أدرج ضمن برامج الإصلاحات الكبرى للطريق الوطني رقم 6، لكن حاله حال المسالك العابرة لصحراء تانزروفت. لكن الحمد لله نقول له احنا بدينا في عملية هذا المشروع، هذا تقريبا راه على وشك الانطلاق. بالطريق تجلب كاع جميع المنتوجات وتستقطب جميع المتعاملين الاقتصاديين. نحن سكان المناطق الحدودية نثمن اللقاء الأخير اللي قامت به وزارة الداخلية حول تنمية المناطق الحدودية، ونزيد نبارك الفكرة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية بتمون هذه المناطق عن طريق صندوق الجنوب وصندوق تنمية الجماعات المحلية اللي هو الافسيسيال. إذن طريق الوئام المدني هو الطريق إلى التنمية بالمقاطعة الإدارية برج باجي مختار، والذي باكتماله ستعزز خريطة النقل خصوصا بعد التوسعة التي شهدها مطار برج باجي مختار مؤخرا.
وتزامنا وذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة وفي إطار عملية الإسكان الكبرى التي تشهدها مختلف ولايات الوطن، تم بولاية تيارت توزيع حصة سكنية تضم أكثر من 2400 وحدة سكنية، هذا في مختلف السياق. مراد مزوار يفصل. بعدما تم بناؤها وفقا لنمط هندسي متناسق وجميل رعيت فيه كافة الجوانب الكفيلة بضمان العيش الكريم، استقبلت هذه السكنات الجديدة المشيدة بولاية تيارت قاطنيها في أجواء احتفالية بهيجة. كل الرجال اللي قاموا من أعلى مقام الآخر عمل شنقول لهم ربي يعطيهم منهم كما فرحونا في هذا اليوم ربي فرحهم. والله لا عانينا، خلصنا بزاف كاع والحمد لله، راه فرج علينا سبحان ربي سبحانه وفرج علينا رئيس الجمهورية، ونشكركم كاع ونشكر كاع اللي ساهموا في ذلك الله. ونطلب من الله أن يعطي للناس اللي مازالوا ما داوش. العملية هذه تأتي في سياق الجهود المحلية لإتمام الحصة الكبرى التي استفادت منها ولاية تيارت والتي تندرج ضمن البرنامج الوطني للسكن. في هذه المناسبة عندنا 2410 سكن موزع على 5 يعني مواقع، وهناك كذلك سكنات تاع الإيجار، وسوف نستمر بنفس العدد تقريبا أو أكثر في 11 ديسمبر. وفي الأفق تعتزم ولاية تيارت توزيع حصص أخرى مماثلة موزعة عبر كافة ربوعها. كما تم بأم البواقي توزيع مفاتيح المساكن في مختلف الصيغ لفائدة 652 مستفيدا. طارق حاجي. في حفل تعطرت به الذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية من خلال توزيع مفاتيح أزيد من 600 سكن من مختلف الصيغ موزعة على كل تراب ولاية أم البواقي الذي أقيم بدار الثقافة نوار بوبكر وسط المدينة. هذه السكنات جاهزة للسكن، فيها مرتبطة كل بالشبكات الخارجية، في الانتظار غير المولي هنعطيهم المفاتيح. عندنا إن شاء الله راهي عندنا 3557 وحدة سكنية راهي مبلغة لرؤساء الدوائر، وإن شاء الله في القريب العاجل تجينا القوائم ونفوتها على البطاقية الوطنية، وإن شاء الله حتى هي من الشهر جونفي 2019 يكون تسليم هذه السكنات على وشك الانتهاء تهيئة الخارجية تاعها كامل. لتنتهي بذلك معاناة لا استقرار للمستفيدين الجدد، لينخفض معدل شغل السكن بولاية أم البواقي إلى 4 أفراد للسكن الواحد. سكنة عالية وعندي طفل معوق، ظروفي كانت شوية والحمد لله يا ربي اليوم عطاو لي سكن وريت شوصي والله الحمد لله. ادينا السكنة والحمد لله والعقوبة اللي ما داوش إن شاء الله ويفرحوا كما اليوم فرحنا حنايا إن شاء الله يا ربي. نشكر رئيس بوتفليقة، نشكر السلطات أم بواقي. كما لم تنسى السلطات المحلية بالولاية بمناسبة أول نوفمبر تكريم الأسرة الثورية تقديرا وعرفانا. تحت شعار لنغرس الحياة أشرف تمسي وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطمة الزهرة زرواطي بولاية برج بوعريريج أشرفت على إطلاق القافلة البيئية التحسيسية المدينة الخضراء بمشاركة وجوه رياضية وفنية وطنية بارزة. وللتغطية محمد زمولي. وزيرة البيئة والطاقات المتجددة أشرفت ببرج بوعريريج على انطلاق القافلة الخضراء تحت شعار لنغرس الحياة التي شاركت فيها وجوه فنية إعلامية ورياضية مع أعضاء المجتمع المدني ليتم إطلاق حملة نظافة بحي عمارات والغرس الرمزي للأشجار التزيينية على مستوى تراب الولاية. تأتي هذه القافلة للمدينة الخضراء تحت شعار لنغرس الحياة مواصلة طبعا تتمة لجائزة التي أسس لها فخامة رئيس الجمهورية للمدينة الخضراء واللي كانت الطبعة الأولى في 25 من هذا أكتوبر. والقافلة تأتي من بداية من نوفمبر لانطلاقة من برج بوعريريج وإلى غاية 21 مارس، ستكون متنوعة لها كل الأبعاد الرياضية الثقافية الفكرية وكذلك البيئية.
ولمشاركة الشخصيات العمومية في العملية أثر بالغ في مثل هذه الحملات التخصيصية. الفنان لازم يشارك في الثقافة البيئية، هذه أوبليجي، خير من نروح نديروا حاجة واحدة أخرى. لما استدعونا حسينا وحنا كواجب وطني باش نحضروا، لأن ممكن وجودنا راح يدعم الشباب تاعنا اللي مبنيين على الرياضة. إذا كان الفرد واعي بمسؤولياته في مجال 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 البيئة سنلقى إلى مجتمع مدني بيئي. فاطمة الزهراء زرواطي تفقدت معرضا خاصا بالمؤسسة النشطة بالاقتصاد الأخضر، كما أشرفت على فعاليات ندوة لترسيخ الثقافة البيئية. عقدت اليوم الكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين يوما دراسيا حول سبل تطوير المناولة الصناعية في قطاع تصنيع السيارات، هذا بحضور فاعلين في القطاعين العمومي والخاص، والذين تبادلوا التجارب والخبرات من أجل تحريك القطاع واستحداث فرص جديدة للاستثمار. والاستثمار على ضوء المعارف الأكاديمية مكتسبات التكوين أرجى ما يكون ناجحا، وعلى هذا الأساس فتحت بعض المؤسسات الصناعية بتيزي وسو أبوابها للطلبة للتربص بموجب اتفاقية مبرمة مع جامعة تيزي وسو. وروبورتاج في الموضوع لقدور جوابي. بهدف تكوين الطلبة الجامعيين وتأهيلهم أبرمت جامعة مولود معمري بتيزي وزو العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات الصناعية، من بينها مؤسسة صناعة الجرارات التي ستفسح المجال للتربص على دفعات في اختصاص الهندسة الميكانيكية. هدفنا في الجامعة هو تكوين إطاراتنا بهذه المؤسسة التي وظفت العديد منهم إلى جانب توجيههم من أجل خدمة الاقتصاد والمجتمع. الشراكة مع جامعة مولود معمري لها أهمية لشركة ماهندرا لصناعة الجرارات، فالمؤسسة بحاجة إلى شباب ذوي خبرة وشهادات لتطوير الصناعة الميكانيكية سيما المختصة في الفلاحة. مخبر للأبحاث يتوفر على أحدث التكنولوجيات في الإعلام الآلي، يشرف عليه مهندسون مختصون، ما يسمح للطالب بترقية معارفه النظرية وتطبيقها. كما منحت لنا هذه المؤسسة تكوينا بالعديد من المؤسسات الأجنبية لنعمل على تقديم خبرتنا للطلبة. كطلبة التربص بالمؤسسات الصناعية سيعمق معارفنا النظرية والتطبيقية أيضا. ستسهم هذه الاتفاقية في تدعيم معارف الطلبة خاصة في الميكانيك. بين الجامعة والمؤسسات الصناعية علاقة وطيدة في تنمية وتأهيل العنصر البشري، بما ينعكس إيجابا في تطوير الاقتصاد الوطني. توثيق والتاريخ الرياضي توجه كرسه صالون الجزائر الدولي للكتاب من خلال إصدارات عدة، منها مؤلف واللاعب ضمن فريق جبهة التحرير الوطني عبد الحميد زوبا، والذي جاء بعنوان حياتي وشغفي. مليكة عمار سحقي. كانت هذه الصور جبهة أخرى للمقاومة لمع فيها بريق فريق كرة القدم لجبهة التحرير الوطني. الانتصارات يومها كانت سنداً للثورة التحريرية ومنبراً حراً لإسماع صوت الجزائر في المحافل الرياضية الكبرى. عبد الحميد زوبا واحد من صناع الحدث يرجعنا إلى مجد المقاومة في كتابه حياتي وشغفي. Pour nous, c'était un amusement, mais après, c'est devenu une possibilité de socialement intéressante. Mustafa Ferroukh, Allah yarhamo, هو اللي كان يحرش فينا على القراية. يقولنا غدوة الاستقلال، غدوة الاستقلال. القراية وباش تولي وتنفعوا في الجزائر. Je voudrais juste vous livrer une anecdote. J'avais dit une fois à Sy Hamid. Vous êtes mon héros, vous êtes l'histoire. Il m'avait répondu, soyez la mémoire.
Aujourd'hui, comme les Moudjahidines sont toujours les premiers dans la bataille, et encore une fois, il l'a prouvé, c'est Hamid Zouba avec ce livre, et en même temps l'histoire et la mémoire. Ce que j'ai dit, c'est que comme ces gens-là, il faut être un modèle. قدوة لشبابنا، قدوة لأطفالنا. توثيق التاريخ حلقة للتعريف لجيل اليوم. D'ailleurs, il a une phrase qui m'a beaucoup bouleversé. Quand si je dois définir ce que c'est que le colonialisme, c'est ce moment qui m'a privé de mon enfance et de mon adolescence. مبادرة كتابة التاريخ الرياضي استقطبت الحضور في الصالون الدولي للكتاب. وصالون الكتاب تخللته محاضرة حول الراحل موريس أودان، حيث أبرز عضوون في الجمعية الفرنسية التي تحمل اسمه أبرز المسار النضالي للراحل دفاعا عن القضية الجزائرية. وللكتاب الشباب ضمن الصالون سهم في فعاليات الصالون الطالب أو سهم في الفعاليات الطالب في الأدب والفلسفة أيمن حمادي من ضمن هؤلاء الذين استهوت إصداراتهم زوار المعرض تقول فتحية بالعالية. هم شباب جزائري مولع بالكتابة، فاغتنموا الفرص المتاحة لشق طريقهم وديع صيتهم في عالم الكتاب. فكرة عامة تحكي عن نظرة المجتمع لخطأ المرأة، والمرأة حين تخطئ كيف تنتظر ردة فعل المجتمع بعد الخطأ. الأول دونك لا بخوا دي موند، بديت نكتبو كنت في عمري 11 عام، فبليتو كنت في عمري 16 عام، دونك كي خرج أنا لو بوت سيتي دابور نلحق ليليكتور تاوعي لهاد ليستوار. كل يكتب على طريقته لتسرح الرواية بين الحقيقة والخيال لمعالجة قضايا اجتماعية وسوسيولوجية في أسلوب بسيط يغازل كل العقول. J'ai publié le quatrième livre tiré qui n'a rien à voir avec la trilogie, donc ça change complètement. C'est moi entendu dans le silence et je sors complètement de le domaine de la magie, de la fantasy, fantastique, etc. très sur le domaine de le drame social. نطمح إلى العالمية ولما لا لتمثيل الجزائر والصحراء ككل. وتبقى سيلة مناسبة سنوية ينتظرها كل حامل لمنتوج فكري واعد يكون شهادة جديدة على تنوع الحقل الثقافي في بلادنا. نظمها اليوم المجلس الأعلى للغة العربية ملتقا حول ملامح وحدة المجتمع الجزائري من خلال الواقع اللغوي في مجتمع المعرفة، وتم ذلك بحضور أساتذة وباحثين في علم الاجتماع. الملتقى يهدف إلى إعادة الاعتبار وتثبيت هوية المجتمع والبحث في تسمية الأماكن والألقاب وإعادة بناء ذاكرة الأماكن وفقا لمنهج علمي دقيق. يأتي انعقاد هذا الملتقى حول علم التوبونومية في إطار إعادة الاعتبار أو تثبيت الهوية اللغوية للمجتمع الجزائري الذي يشكل ملامح وحدة جماعية، فتعاملنا مع المؤسسات وبخاصة وزارة الداخلية لنلقي نظرة حول هذه تسمية الأماكن. نريد أن نقول للمجتمع الجزائري هيا كيف كانت الأسباب، كيف تغيرت دلالتها، ما هي المراحل التي عرفتها. في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 64 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، أطلق اسم الشهيد حوش محمد، أطلق على الفوج الأول للرماة البحريين بجيجل الحفل ميزه تكريم رمزي لعائلة الشهيد. في أخبارنا الدولية، دانت الخارجية الفلسطينية بشدة الاعتداء الهمجي لمستوطنين على فلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، فيما اعتبرت اقتحام قوات الاحتلال لمحافظة القدس ووزارة شؤون القدس والاعتداء على الموظفين بهما اعتبرته تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية. أخبار دولية أخرى نتابعها مختصرة بتوقيع لينا بودوخ.
12 شخصا هلكوا اليوم بينهم 9 من عائلة واحدة خلال الفيضانات التي اجتاحت عاصمة جزيرة صقلية باليرمو بإيطاليا، حيث ارتفع منسوب المياه في نهر المدينة بسبب الأمطار الغزيرة. عقوبات اقتصادية ثانية ترفعها الولايات المتحدة على إيران بخصوص برنامجها النووي تدخل غدا حيز التنفيذ في أعقاب توقيع الاتفاق النووي التاريخي مع إيران وسط تعهدات الحكومة الإيرانية وشركائها الاقتصاديين بمواجهتها. أكثر من 50% من الناخبين في كاليدونيا الجديدة صوتوا اليوم ضد الاستقلال عن فرنسا في استفتاء هو الأول من نوعه حول تقرير المصير، تجاوزت نسبة المشاركة فيه 80%. مع اقتراب موعد انتخابات الكونغرس الأمريكي المقررة بعد غد الثلاثاء، ترتفع درجة حرارة منافسة انتخابية أخرى وهي المنافسة الرئاسية، حيث يبدأ السباق الرئاسي الأمريكي عمليا من حيث تنتهي الانتخابات النصفية. أشرف وزير الشباب والرياضة محمد حطاب على تنصيب المدير العام لتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021 بوهران. المتابعة والمزيد من التفاصيل مع كاميلي حمو. وهران القطب المتوسطي والمقبل على احتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط تشهد ورشات كبرى لإنجاز عدة مشاريع وهياكل رياضية. هذا ما وقف عليه وزير الشباب والرياضة محمد حطاب لدى زيارته للباهية، حيث أثنى على جهود السلطات المحلية في الإسراع من وتيرة الأشغال. الشيء اللي شفناه في الميدان يمكن الاعتبار انه وتيره العمل ماشيه بطرق ثابته نحو من الحسن الى الاحسن. مرتاحين جدا، سعداء جدا من حيث تقدم الاشغال وايضا النوعيه، استعمال اساليب جديده. راح تكون ان شاء الله العاب البحر المتوسط خضراء بطاقه نظيفه. هذا ما هو التحدي التي رفعته سلطات ولايه وهران في اطار المسعى الخاص بجعل ولايه وهران ولايه ايكولوجيه بامتياز. كما اشرف الوزير على مراسيم تنصيب المدير العام لتنظيم العاب البحر الابيض المتوسط التي ستحتضنها الباهيه وهران سنه 2021. ودائما في اطار التحضير للالعاب، أعلن وزير القطاع عن انطلاق عملية تسجيل المتطوعين التي باشرتها الولاية، حيث بلغ عددهم 600 شاب وشابة، وهذا بهدف إنجاح هذه التظاهرة وتسويق صورة جميلة للجزائر. انطلقت اليوم بتيميمون المرحلة الرابعة من رالي الجزائر الدولي تحدي الصحارى الذي يكتسي بعدا سياحيا إضافة إلى بعده التنافسي. المتابعة لدنيا حجاب. تيميمون الواحة الحمراء، طبيعة ساحرة، واحة عبارة عن قصور مشيدة بالتراب والطين الأحمر تطل على غابات من النخيل وعلى العرق الكبير الذي يتألف من كثبان رملية رائعة. Un très bon challenge pour ceux qui veulent découvrir les paysages algériens. J'espère que c'est proposable aux amateurs comme les professionnels. Vraiment, j'encourage tous les touristes en France à venir ou ailleurs dans le monde à venir visiter. الواحة الحمراء تيميمون تستقبل ضيوفها في تظاهرة رياضية رالي صحاري الجزائر الدولي في طبعته الرابعة. الواحة الحمراء هذه اللي قالها كيما هال تظاهرات رياضيه وسياحيه وكل حاجه تخص بزاف هالمنطقه هذه، باش الناس تستكشف هالمنطقه مليح وتعرف التقاليد نتاعها وتعرف الحاجه الزينه للناس اللي ما يعرفوهاش في التل هيك كما نقولوا احنا في النور في الشمال. عندها تاريخ تيميمون قديم، مرحبا بالناس هما كانوا كاع في اقطار العالم. مرحبا بكم تيميمون، ترحبوا بكم من زمان. رانا فرحانين بزاف بهذا الرالي ونتمنوا انه مش غير الاجانب يجوا، حتى الناس الشرق وكذا. التظاهره فضلا على انها رياضيه بامتياز، الا انها تحمل معها جوانب سياحيه لمختلف المناطق والمناظر واستكشاف الموروث الثقافي لعادات وتقاليد الجزائريين. فنيا اختتمت أمس ببجاية فعالية وطبع العاشرة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية الأمازيغية، والذي كان فرصة لاكتشاف المواهب الشابة. الأخضر كعوان.
طبقة فنية متنوعة وأصوات فنية شبانية صاعدة أمتعت جمهور أقبو في أجواء عائلية مميزة. تتويجات وتكريمات ميزت حفل الاختتام. بس الفرحة مقارنة من وين كان رئيسم زوارون فسكن شنا تقبيلي 19 دونك الكونكور لو بلوز امبورطون داينين ملا لداك ذي فنانين مقارنة اي سو فيستيفال لي سا اون امبلور مقاريف ملاح ملاح دونك اون ا يو دوزيام بري سي اون فيرتي بور نو لا شونس يشنايين ماينوسين نوفو طالون وكنظفرني فري دي زونسيان بابور نيفو نيفو شويه يوسد مويان يصعب شويه مكا مكا كسيت البرومي لا دوزيام لا تروازيام نشتاق كان نفوت نفوت دار الشنا نفوت دار فاسكي ولا مزيكيليا يعني في كان هاد ساكيليا مرض نو حكا كي اون فامي ديني خصوصا مليحه ساكيليا انتقاء المواهب الشابه الاحتكاك بكبار الفنانين هو ما يصبو اليه المهرجان قصد تطوير الأغنية القبائلية. ونختم بفعالية الأيام الأندلسية في طبعتها التاسعة التي تألق فيها الجوق المغاربي وسط تجاوب الجمهور الذواق للفن الأندلسي. إلى التذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا اليوم. بدعوة من رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإيطالي غدا بالجزائر، وبين البلدين حوار سياسي رفيع وآفاق واعدة للشراكة والاستثمار. توقيع عقد الاستقرار والتنمية لإرساء شراكة متينة بين المسيرين والعمال في قطاع المحروقات في ندوة جهوية بحسين سعود لضمان مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. مخطط تنموي لتهيئة المنطقة الإدارية بن عباس، وبرنامج استعجالي لتعبيد الطريق الرابط بين رجان وتيمياوين بعد رفع التجميد. ثقافيا وفي صالون الكتاب مؤلفات توثق تاريخ النضال الرياضي لفريق جبهة التحرير الوطني، وإصدارات الشباب تستقطب اهتمام الزوار. تابعنا ومن المشهد الرياضي رالي الجزائر الدولي رياضة ورحلة استكشاف وترويج لسياحة الداخل. تابعونا عبر مواقعنا الإلكترونية. شكرا لكم مشاهدينا والسلام عليكم.